السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين وطيب، أحييكم من مدينة قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة التي أردت في هذا الصباح الباكر أن أقاسمكم هذه المشاهد الجميلة التي غابت عن الصورة وغابت عن الأذهان وغابت عن مناخنا لمدة طويلة. رداء أبيض تكتسيه مدينة الجسور المعلقة أو الممدودة قسنطينة في هذا الصباح الخميس 19 جونفي 2023. ما أجمل هذه الصور الرائعة، البياض الناصع الذي يزيدنا هدوءا ونقاوة، يزيدنا حيوية ونشاطا، ويدفعنا بحمد الله عز وجل بعد طول انتظار. ها هي الثلوج تتساقط على قسنطينة كما على باقي الربوع. صور ولا أروع، صور جميلة، صور رائعة، صور تسر الناظرين، تدفع فينا روح التفاؤل وتزيد فينا الطاقات الإيجابية، تقلص الطاقات السلبية إلى المستويات الدنيا. صور تتحدث عن نفسها، صور ننقلها لكم من الجسر العملاق أو بمحاذاة الجسر العملاق لمدينة الجسور الممدودة في هذا الصباح الجميل. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح كل شيء جميل على قسنطينة وهي تعيش الشان. قسنطينة بعد حلة الشان وبهاء ملعب الشهيد حملاوي، ها هي بفضل الله عز وجل ونعمه علينا التي هي كثيرة ولا تعد ولا تحصى. ها هي تأخذ هذه الصور الجميلة، هذه الصور الرائعة، هذه الصور التي تبعث فينا طاقات وجرعات من الطاقة الإيجابية التي تدفعنا لحمد الله عز وجل وشكره على كل حال، وكذلك التفاؤل بأن القادم سيكون أحسن. ما أجمل الثلوج وهي تغطي قسنطينة كما تغطي الكثير من المدن وفق النشرية الخاصة بمصالح الإرصاد الجوية. صور رائعة، صور تتكلم عن نفسها، صور ترصد لكم بهاء قسنطينة بهذه الحلة الجميلة الرائعة الرائعة، روعة البياض. إن شاء الله تتواصل أو يتواصل تساقط الثلوج على مدينة الجسور الممدودة قسنطينة وهي تعيش هذه اللحظات الجميلة. فقط للذين هم في الطرقات، للذين هم متوجهون إلى العمل أو لقضاء حاجاتهم، فقط الحيطة والحذر لتفادي حوادث المرور. وكنت أستمع منذ قليل إلى الرائد سمير بوشحيط المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للدرك الوطني، وهو يشير بأن الأسبوع الذي انقضى سجلنا فيه 66 حادثة مرور. هذه الحوادث أودت بحياة 30 شخص وتسببت في إصابة 108 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. فعلا نتمتع بالطبيعة، نتمتع بهذه الثلوج، ولكن لا نتسبب في الزحمة في الطرقات وفي الشوارع. كل شيء في هذا البياض يدعونا إلى أخذ الحيطة والحذر وكذلك للتفاؤل. نهاركم زين وطيب ودعاوي الخير للجميع. هذا عمار عقيب يحييكم عبر صفحة الإذاعة الجزائرية من قسنطينة.